ننتقل إلى موضوعنا الآن اللي هو عن الكوابيس، اللي هي طبعا الأحلام المزعجة وتوصف بقربها من الحقيقة يراها النائم وتتسبب في استيقاظه من النوم في حالة من الخوف والقلق، مصاحبة طبعا لبعض الأعراض العضوية مثل خفقان القلب وسرعة إيقاع التنفس. أنا أكثر كابوس يصيبني هو أنه أخاف ما يرن الألارم ويروح علي الدوام. كابوس مزعج جدا. على العموم للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور أيمن كريم. صباح الخير دكتور. كيف صباح النور. صباح الخير دكتور. يا هلا دكتور. خلينا نبدأ من موضوع الكوابيس. هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الكوابيس. البعض يقول مثلا إذا تعشت متأخر أو عشاء ثقيل أو مثلنا يعني عندك دوام الصبح فدائما بيكون عندك توتر. هل في أسباب أخرى تؤدي إلى الكوابيس؟ يمكن أسباب عضوية مثلا؟ نعم، هي بداية طبعا الكوابيس هي عبارة عن أحلام مزعجة زي ما تفضلت الأخت سارة. بمنتهى البساطة هي عبارة عن نشاط للمخ لا يتوقف أثناء النوم، لأنه نعرف إحنا أثناء النوم نشاط المخ يستمر، فمن ضمن النشاط للمخ اللي هو صور أشياء وسماع حتى بعض الأصوات أحيانا في بعض الأحيان، ولكن صور الأحلام المزعجة هذه لها أسباب متعددة. أحيانا تكون نتيجة زي ما تفضلتي بسبب أمراض عضوية، بسبب العشاء الثقيل، ولكن غالبا هي في الحقيقة نتيجة لزيادة التوتر وعدم القدرة على انتظام النوم على مدى بسيط. على معنى بمعنى آخر أحيانا تكون نتيجة الحرمان المزمن من النوم. الإنسان اللي ما ينام عدد ساعات كفاية للأسف الشديد، فهذا بيحصل أحيانا في بعض الأحيان. بعض الأمراض اللي هي العضوية مثل ارتجاع المعدي المريئي، بعض الأمراض مثل الربو الليلي الغير متحكم فيه، فهذه من ناحية أمراض عضوية. هناك بعض أنواع العلاجات على سبيل المثال زي الناس اللي بياخدوا مضادات الهستامين عشان يحاولوا يناموا اللي هي الأنتي هستامين، احيانا في بعض الاحيان تسبب اضطرابات النوم ومن ضمنها الكوابيس المزعجه. يعني اذا انت بتقول انه في انواع العلاجات لامراض اخرى بتسبب الكوابيس، بالضبط. اذا هي احد المسببات هذه الادويه، زي مثلا البيتا بلوكر او مضادات البيتا اللي تؤخذ لمرضى الضغط ومرضى القلب في بعض الاحيان، بعض من اثارها الجانبيه يسبب هذه الكوابيس الليليه احيانا. طيب اذا نحن بنتكلم يعني عن هذه الاسباب المتعدده، ممكن الواحد زي ما انت قلت مثلا اكل شيء او قلقان كان على موضوع معين، بس ماذا عن الاحلام او الكوابيس المتكرره اللي بتفضل بتتكرر كثير عند الشخص؟ بالضبط، هذا سؤال جيد، لانه في الحقيقه جميعنا تقريبا مر بمرحله الكوابيس اثناء الليل بسبب او لاخر في اوقات متفرقه ومتقطعه. لكن المشكله عندما تتكرر الكوابيس الليليه والاحلام المزعجه بصفه دوريه في الاسبوع 3-4 مرات. هذه غالبا تدل على مشكله نفسيه او اضطراب في المزاج او مشكله عاطفيه على المدى الطويل. في الحقيقه بعض الدراسات بينت انها قد تكون مرتبطه بالاكتئاب، وقد كذلك تكون مرتبطه بالتفكير في الانتحار بسبب، وهذه دراسة أمريكية تقريبا قبل يمكن 3 سنوات تقريبا. فبالتالي إذا تكررت على المدى المتواصل والمستمر وأصبحت تزعج الإنسان وتسبب توتر أثناء الليل وعدم استطاعة أنه يرجع أنه ينام ثاني مرة، وبالإضافة إلى طبعا بعض أعراض اضطرابات المزاج أو مشاكل نفسية أخرى، أو بسبب اضطرابات التأقلم، بمعنى آخر إنسان يكون عنده مارر بمرحلة اجتماعية أو عمرية صعبة شوية عليها ضغوطات كثيرة، في الحقيقة هذا الشخص بالذات يعني من الأفضل كثير أنه يعني يحاول يجد مساعدة عن طريق أخصائي نفسي أو طبيب اضطرابات نوم أو طبيب مخ وأعصاب أو طبيب يعني عفوا أمراض نفسية، لأنها قد تكون مؤثر على مشكلة نفسية أكثر. طيب دكتور حبينا نسأل يعني هل هي الكوابيس والاضطرابات النوم بشكل عام هل تصيب الكبار أكثر من الصغار؟ هل هناك عمر معين يصاب فيه الشخص أكثر من غيره؟ نعم، هذا سؤال ممتاز، لأنه في الحقيقة الكوابيس هي من ضمن اضطرابات نوعية سلوكية يعني نسميها احنا الباراسومنيا، وهي اضطرابات سلوكية أثناء النوم تأتي بالذات في مرحلة النوم الحالم. فالكوابيس هي اضطراب من اضطرابات النوم الحالم أو مرحلة النوم الحالم بصفة خاصة، وهي تأتي عند الأطفال بصورة أكبر، تقريبا يمكن 50% من الأطفال ما بين سن 3-6 سنوات يعانوا من هذه المشكلة بسبب أو لآخر أو في أوقات متفرقة. عند كبار العمر تقريبا تقل النسبة ما بين 8-13%، فيعني تكون أقل. فالكوابيس بحد ذاتها
هي منتشرة في الأطفال بصورة أكبر بكثير من البالغين. أيوة. طيب دكتور، هل صحيح، قرأت هذه المعلومة صحيح هي إذا خطأ، أنه النساء كمان أكثر عرضة للكوابيس من الرجال أم أنه الأمور تتساوى؟ النساء عموما أكثر عرضة من الرجال في اضطرابات النوم السلوكية، خليني أتكلم معك بمعنى آخر، اللي هي اضطرابات المزاج بصورة عامة، اضطرابات الجزع على الأسنان بصورة أكثر، المشي والكلام أثناء النوم، القلق والتوتر والوتر. لكن عموما الرجال على فكرة يكون عندهم اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو يؤدي إلى الوفاة على فكرة، بس عشان نكون الكفة راجحة قدر الإمكان. لا مالت كثير عند الرجال، صارت أسوأ. طيب دكتور، خلينا نتكلم على بعض كمان المسببات، يعني الطقس. نعم. هل فعلا أيضا قد يؤثر على الكوابيس، يعني كثرة الرطوبة، الجو لما يكون مغيم ما في شمس، هل ممكن تأثر على نوم الإنسان؟ يعني قد تؤثر اللي احنا نسميها seasonal disorder أو affective disorder، اللي هي يعني أحيانا اضطرابات المواسم، أحيانا في فصل الشتاء خاصة في البلدان اللي هي تكثر فيها البرودة والثلج لمدة ثلاثة أو أربعة شهور، يعني كل الدنيا بيضاء، الإنسان يفقد التمييز بين الإحساس بالوقت بين مثلا النهار والليل، تكثر فيها اضطرابات المزاج، وتكثر في الحقيقة فيها اضطرابات الاكتئاب كذلك. أيوة. فقد تكون لها يعني داعي أو ارتباط بشكل أو بآخر باضطرابات المزاج. بس هي مش ارتباط وثيق، يعني ليس اضطراب إذا وثيق عندي اضطراب نفسي لازم يكون عندي كوابيس، مش صحيح. طبعا لا، مش شرط، لكن في الحقيقة خليني أقول لك، أنبهك على نقطة، أحيانا وجود الكوابيس في فترة عصيبة، إنسان يكون عنده توتر عصبي شديد، أحيانا تكون رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها فيها تفريغ لبعض الشحنات العاطفية وبعض الايموشنز أو العاطفة والمشاعر اللي يحتاج الإنسان يعبر عنها، لكن لا يستطيع أن يعبر عنها أثناء الاستيقاظ لأكثر من شخص. فسبحان الله تأتي أحيانا بصورة كوابيس تفرغ نوع من أنواع الشحنات أو التوتر العصبي. طيب دكتور، يعني الواحد يحلم بكابوس مرة، بيقول مثلا ممكن تقلت بالأكل أو كده، بس هل يعني هل في أحيان لازم الواحد يضطر للطبيب يطلب أنه علاج؟ إذا تكررت هذه المشكلة، إذا كان هو يعتقد أنه كذلك هناك توتر شديد على المدى الطويل، وخاصة بالنسبة للمحيطين لي، لأنه للأسف الشديد بعض اضطرابات هذه العلاجات اللي العلاجات في الحقيقة عادة تكون علاجات سيكولوجية أو علاجات لتجنب الأسباب. بمعنى آخر، إذا الإنسان والله هو محتاج أنه ينام 8 ساعات في اليوم بدل وهو ينام 6 ساعات في اليوم، معناته احنا نقول له لازم تنام عدد ساعات اطول شويه، لانه الحرمان المزمن من النوم يسبب الكوابيس في بعض الاحيان. اذا كان ياخذ علاجات معينه، مثلا بعض الناس اللي يكونوا على ادويه الاكتئاب ويقطعوها فجاه بعد اسبوع او اسبوعين، مرتبطه هذا الشيء باضطراب الاكتئاب، عفوا باضطراب الكوابيس. بعض السلوكيات مثل زياده المنبهات، شرب تناول المنبهات، تناول الكافيين او التدخين على سبيل المثال، هذه كلها تعمل نشاط زائد في حركة أو نشاط الدماغ، مما قد يسبب أنه والله موضوع الكوابيس. خليني أقول لك بس أنه في بعض الأمراض العضوية مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، متلازمة الساقين أثناء المتململتين، بعض الأمراض العضوية الخطيرة المرتبطة باضطراب النوم هي بنفسها ممكن تسبب كذلك اضطراب الكوابيس. فبالتالي التقييم العام والشامل لمريض الذي يعاني من الكوابيس المتكررة، ضروري طبيب اضطرابات النوم يقيم الحالة بصورة عامة، لأنه في أحيانا بعض العلاجات اضطرابات النوم يعني يستطيع أن يتخلص منها الإنسان. أي طيب، إحنا بنشكرك على وجودك معنا. كان معنا استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور أيمن كريم، شكرا لك دكتور. شكرا.